تستمر أسعار الطاقة في إسرائيل بالارتفاع للشهر الرابع على التوالي، ليصل الإنفاق الأسري على الطاقة كالكهرباء والوقود بنحو 175 شيكلا شهريا لكل أسرة في إسرائيل منذ بداية هذا العام. في الشهر الماضي وحده أضيفت 45 شيكلا إضافيا بسبب هذه الزيادة. خطوات اللي عملتها الحكومة الحالية لمنع إغلاء الوقود بشهر 6 و7 و8 و9 كانت تنفق بحوالي 200 مليون شيكل شهريا من الميزانية على أساس تنزل ضريبة البلوغ حتى تحافظ على سعر الوقود ما يرتفع، لأنه هاي هي كانت شعار الحملة الانتخابية تبعت الحكومة هاي لما طلعت. بعد حرب أكتوبر صارت هي أقل المساوئ، فبطل إشي مهم عندها، بطل بحاجة تنفق 200 مليون شيكل تحافظ على سعر البترول ما يرتفع وسعر البنزين ما يرتفع، فارتفع. يشعر المواطنون العرب الآن بالعجز الكبير في ظل الغلاء المعيشي الذي بدأ ولم يتوقف منذ بداية هذه الحرب، وما يزيد العناء هو زيادة في المصاريف العامة في الأعياد القريبة. أنا تفاجأت من أسعار بالفعل الأشياء اللي غلياني أكلش 4 شيكل و5 شيكل، بالفعل إشي كان مفاجئ بالنسبة لي. بس بعرفش مين يعني اللي ممكن مسؤول عن هالأشياء، يعني اللي حاول ينزل الأسعار كذا، فبالفعل إنه كان إنه عاد عني كمان أسعار البنزين والكهرباء، وإحنا كمان يعني بنشتغل كمقاولين سفريات، كمان هذا أثر علينا كثير. إحنا كموظفين وعمال واحد بيكون محدود بدخله، فالإشي راح يكون جدا صعب لقدام، راح يكون الوضع أسوأ من إسا. كيف أنا شايف الوضع راح يكون أسوأ من إحنا موجودين فيه بهالوقت الحالي. طبعاً في ظل الحرب والوضع الراهن كل إشي صعب، كل إشي إن كان كهرباء، بنزين، مواد غذائية، شهر رمضان، جايين على عيد، يعني أنا عم تتوجه لي كمان ناس إنه دعاء إذا في حدا بيساعد صراحة، يعني ما الوضع جداً صعب. يعني الله يعين أبو العيلة عنده أواعيد وعنده بيت والتزامات. منذ بداية هذا العام بلغ متوسط الإنفاق على الطاقة في إسرائيل 2073 شيكلا شهريا، مقارنة بمتوسط تكلفة قدره 1898 شيكلا في العام الماضي. أما القلاقل التي يعيشها المواطنون الآن تتعلق باستمرار هذه الحكومة واستمرار الزيادة في الغلاء المعيشي نتيجة لذلك.